معانا النهارده مع زملاء المراسلين اللي انا بحييهم بشكرهم في بدايه الحلقه، لانه درجه حراره النهارده منخفضه ولكن هم موجودين عشان حضراتكم كمان قاعدين، اللي قاعدين معانا وبيتابعوا معانا يقدروا يتابعونا ويتفرجوا ويشوفوا بلدهم كمان وهي تحتفل النهارده. ادي قصر النيل مبكرا اهو، قصر النيل الان قدام حضراتكم زي ما قلت لحضراتكم ان احنا نبدا مبكرا نشوف القاهرة النهاردة، القاهرة التي لا تنام في أي يوم، ولكن النهاردة بيكون يوم تاني مختلف مع حضراتكم في كل حتة. شوفوا بلدكم، الحمد لله الحمد لله، يا نهار أبيض على مصر الجميلة. كل لحظة حضرتك تتأكد، اللي مش قادر يشوف بلده يشوفها بشكل إيجابي ويشوف بعينيه. النهاردة قدامك اهو كبر قصر النيل، ميدان التحرير، الناس طبعا والزحام قد ايه، والناس رايحة واللي راجع بيته، والأمن والأمان قدامك اهو، والكوبري شكله ايه، والناس واقفة قد ايه على الكوبري. بص حضرتك الصورة اللي قدامك دي، خلي بالك البلد دي الحمد لله الحمد لله يا رب تممها دايما بخير كده. ده ما تلاقوهوش في أماكن كتيرة حواليك، تاني ما تلاقوهوش في أماكن كتيرة حواليك. في بلاد حواليك النهاردة عندها يعني مش عايز أقولك ضرب بقى وضرب نار وميليشيا وتفجيرات واقتحامات سفارات وضرب وحواديت كتيرة جدا واحتلال وغزو كتير، ولكن شوف انت الفارق ايه. الحمد لله يا رب على نعمة الامن والامان. مين؟ القوات المسلحة والشرطة. الرجال دول وفروا لنا ده، اللي وفروا اللي حضرتك بتشوفه قدامك ده دلوقتي، خلي بالك قدام حضرتك على الهواء، انا بنقل صورة على الهواء، لانه زي ما قلت لحضراتكم وبعد شوية هنروح اماكن كتيرة نشوف كمان استعدادات الناس والفنادق مستعدة ازاي. بص قد ايه كوبري، كوبري اصلا النيل الزحمة اللي عليه قد ايه. بص جمال مصر يوسف، انا عايزهم كمان لو بالكاميرا كمان لو سامعنا يعملوا لي جولة كده من بدري، لان النهاردة زي ما بقول عايزين يوم بجد يوم مبهج مبهج. حتى اللي قاعدين قبل ما تنزلوا وتسهروا تبقوا انتم متابعين معانا، ناس تبدأ تنزل 10:30 11 11:30 قبل لأنه عشان يشوفوا يعني بداية العام الجديد وهم، لكن معانا كمان من بدري تقدروا تشوفوا الوضع في القاهرة، الوضع في شوارع القاهرة، الأمن. بص أنا يعجبني اللقطات ديت، ناس ماشية شارع آمن جدا، عندكش أي مشاكل على الإطلاق الحمد لله. ناس بص بص الكوبري قصر النيل قد ايه، الجزء الشمال اللي حضرتك شايفه، بص الناس الاعداد قد ايه، الناحيه الثانيه قد ايه، ونشوف الشمال واليمين والعربيات ماشيه، الاتوبيسات التاكسيات الملاكي كله ماشي. مصر هذه هي القاهره الان، قلب القاهره الان، وسط القاهره الان، كوبري قصر النيل وميدان التحرير الان، كله ماشي بيتحرك اهو زي ما حضراتكم شايفين، حركه بيتحرك مش مشكله. النهارده ايه يوم في يمين وشمال، بص الكوبري يمين وشمال، بص قد ايه ما شاء الله الاعداد.